والآن أدعو معالي السيد مراد نورتو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان لإلقاء كلمته فليتفضل. Mr. Chairman, Your Royal Highness. سيدي الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي أصحاب أسمو أصحاب المعالي فخامة الرؤساء سيداتي وسادتي والأمين العام لجامعة الدول العربية أود أن أنقل ترحيب رئيس جمهورية كازاخستان لي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما أنني أيضا أشكر المملكة العربية السعودية لعقد هذا الاجتماع موضوع بالغ الأهمية للعالم الإسلامي لإيقاف العنف الدائر الذي وقع على غزة. سيدي الرئيس، السادة المشاركون، إن كازاخستان شريك داعم قوي لحل الدولتين وفقا للمقررات الأمم المتحدة، وهذه الوسيلة الوحيدة لتأكد من مستقبل لسلام للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا، وأن دولتنا تدعم بالكامل الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإيجاد دولة فلسطينية معترف بها. والآن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة وارتفاع أعداد القتلى، أود أن أتحدث عن النقاط التالية. أولا، إن كازاخستان وقفت وتستمر في الوقوف صمود مع دول منظمة التعاون الإسلامي لإيقاف حد للأعمال العدائية وأعمال العنف في غزة. وكما ذكرنا كثيرا اليوم، إن أي قتل أو عنف تجاه الإنسان لا مبرر له، ولكن المدنيين خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ أصبحوا ضحايا أبرياء لهذا النزاع، وهذا من أهم أولوياتنا. ولقد عبرت عن هذه الرسالة الواضحة لوزير خارجية إسرائيل خلال محادثتنا الهاتفية بالأمس، كما أنني أيضا حثيت على وقف مباشر لإطلاق النار لإيقاف سفك الدماء. إن كازاخستان ترحب بمقترح جمهورية مصر العربية لإيجاد مسارات لوصول المساعدة الإنسانية لغزة، ولقد تبرعنا ببضع مليارات من الدولارات لأصدقائنا الفلسطينيين، ونقرر أيضا إضافة المساعدة الإنسانية، ونحن على قناة، وأن النساء والرجال في كازاخستان حول 150 تحديدا من مواطنين موجودين في قطاع غزة وغير قادرين على المرور من معبر رفح، ونأخذ هذه الفرصة لندعو مصر وكل الأطراف أيضا للإخلاء المستمر على مدار الساعة للمدنيين وأيضا المواطنين الكازاخيين أيضا من غزة، للتأكد من أن هؤلاء المواطنين من دولتنا يتم إخلاؤهم إلى كازاخستان، كما أن كازاخستان أيضا تدعو المنظمات الدولية الإنسانية للتدخل في الوضع الصعب الحالي في غزة. ونحن سنستخدم الآلات المختلفة من منظمة التعاون الإسلامي لتوفير الأمن الغذائي ولبدء برامج الطوارئ الإنسانية لمواطني غزة. وأيضا الدول منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن تعمل وفقا لدستورها لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية وأيضا تحسين ظروف الحياة هناك. إن الأمن والاستقرار ليس طموحات ولكن حقوق الناس جميعا منذ الولادة بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم. حان الوقت لقادة العالم وللمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي لتكثيف جهودهم. لابد
أن نجلب الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات لتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في كل أصقاع العالم. تحقيق أن تكون هناك مجتمعات لها قيم مشتركة في هذه الأوقات الصعبة من واجبنا كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن نبقى متحدين لحماية أرواح المدنيين وإنهاء العنف. إن كازاخستان على أتم الجاهزية لكل الجهود التي تؤدي إلى مسارات لسلام واستقرار في الشرق الأوسط. شكرا لكم.